اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بضيوفي مره اخرى الكابتن عادل طعيمه والكابتن شريف عبد المنعم. كابتن عادل، ما شاء الله النهارده خماسيه في افتتاحيه الدوري، دوري شباب الجمهوريه، شفت اللقاء مجمله ازاي؟ بدايه الف مبروك للشباب الاهلي والكابتن عمرو، الحقيقه عامل فرقه جيده. البدايه بصرف النظر عن الخصم اللي احنا بنلعبه او المنافس اللي احنا بنلعبه، لكن وحضرتك بتتكلم معانا تشكيل المباراه اللي ابتدى من بدايه المباراه، اتفضل. مفيش شك انه الاداء من البدايه لحد النهايه فريق بيأدي كره سهله طول المباراه، يمكن في فترات بسيطه كده بيحصل فيها هبوط شويه كبدايه مباريات رسميه، لابد يبقى فيه الكلام ده، لكن اداء رائع جدا، كره سهله، ارتداد، بدايه من تحت، كل الحاجات اللي الفريق الاول بيعملها احنا شفناها النهارده، التسديد، الاهداف المتنوعه، اللياقه البدنيه الى حد كبير، انا بحيي عمرو عليها جدا. ما فيش شك ان في عناصر مبشره بالخير للفريق الاول. اكتر من خمس ست افراد عجبوني جدا، وطبعا مع الوقت هنقول اساميهم. الاهداف جميله جدا، فيها متابعه، فيها روح، فيها قتال. ما فيش شك ان هناك أداء مميز بكرة سهلة مباشرة، سرعة ارتداد، هجمات جميلة جدا يا كابتن ومتنوعة. يعني كرة محمد أشرف اللي بيحطها في المقص البعيد، الجول الأولاني والجول الثاني كلها حاجات فيها متابعة، فيها الحاجات كلها اللي احنا بنتمناها. أكيد النهاردة كابتن عادل في مكاسب الجملة، وحضرتك النهاردة بتبارك للكابتن عمرو أنور. نروح لملعب المباراة مع زميلنا فاروق صلاح ولقاء بعد المباراة مع الكابتن عمرو أنور المدير الفني لشباب الأهلي. اتفضل يا فندم. شكري ليك يا كابتن أسامة، والشكر موصول أيضا لضيوفك الكرام، الكابتن الكبير طبعا القيمة والقامة الكابتن عادل طعيمة، والكابتن الكبير الكابتن شريف عبد المنعم، وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. عقب نهاية اللقاء وفوز النادي الأهلي على فريق الشرقية للدخان في أولى مباريات دوري الجمهورية بخمس أهداف نظيفة، يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء الكابتن عمرو انور المدير الفني لفريق شباب النادي الاهلي، واحد من ابناء النادي الاهلي المخلصين. كابتن عمرو، مرحبا بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، تحيه الكابتن اسامه حسني، كابتن عادل طعيمه، كابتن شريف عبد المنعم. وسريعا كده الكابتن عادل طعيمه، دخلنا في اجواء المباراه سريعا، اتكلم وبقول انا بحيي عمرو انور على المجهود اللي عامله، اتكلم على نقاط فنيه ونسبات اداء اللاعبين على مدار ال 90 دقيقه، الارتداد وامور فنيه اتكلم فيها، قال لازم نشكر فيها عمرو انور. الحمد لله. طبعا في البدايه طبعا برحب بالكابتن اسامه والكابتن عادل والكابتن شريف وجميع مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. انا بقول الحمد لله على المكسب النهارده. البدايه كانت مهمه جدا بالنسبه لنا، لان احنا يعني اتفاجئنا بميعاد المباراه. يعني احنا عرفنا من اسبوع ان احنا هنلعب دوري النهارده. يمكن انا بشكر برضو هنا القطاع بقياده كابتن خالد بيبو ان ادانا فرصه ان احنا نبدا بدري. فالبدايه البدري دي انا شايف انها فرقت معانا، ما اعتقدش ان الفرق كلها بدات وقت ما احنا بدانا. يعني بقى لنا احنا حوالي شهرين ونص استعدينا كويس واشتغلنا كويس وعملنا مباريات وديه كتير، قدرنا نحط ايدينا على التشكيل الاساسي. يمكن حتى احنا النهارده يمكن كنا ناقصين اثنين او ثلاثه كمان مصابين لسه راجعين من الاصابه، انا فضلت ان انا ما ابداش بيهم واديتهم فترات صغيرة على مدار المباراة على أساس إن هم يجهزوا وإن هم يرجعوا شوية شوية، علشان برضو مش عايزين نخسر حد، لأن احنا الموسم طويل جدا بالنسبة لنا. بشكر اللعيبة جدا، بحييهم إن هم خدوا الأمور بجدية. إن احنا حتى يمكن بين الشوطين لما اتكلمنا وقلنا احنا هننزل الشوط الثاني بنلعب كأن النتيجة 0-0، وده اللي حصل وده اللي اللعيبة عملته. هنشتغل شوية على حتة إهدار الفرص، يعني احنا وصلنا للجون كتير شوية النهاردة. النتيجة كبيرة، بداية يعني أنا بالنسبة لي شايفها بداية جيدة، بس أنا بطمع إن شاء الله إن مع الوقت ومع المباريات هتلاقوا إن شاء الله بإذن الله هتلاقوا أداء أفضل من كده وأحسن من كده إن شاء الله بإذن الله. كابتن عمرو أنور، واحد من المدربين اللي بيجيد فن التعامل مع اللاعبين، وأنا بشوفه في معاملتك مع اللاعبين ايضا من النقاط المهمه الاهداف اللي شفناها في ارض الملعب النهارده كلها جمل تدريبيه انا بشوفها في تدريبات الفريق. اكيد انت سعيد النهارده ان اللعبه بتنفذ فكرك في الملعب. اكيد اكيد، يعني احنا كجهاز فني او اي مدرب
بيبقى مبسوط وبيبقى سعيد لما بيدي اللعيبه حاجه او بيحافظ اللعيبه حاجه وبيلاقي النتيجه بتاعتها موجوده في المباراه. فانا انا 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 بقول لك وبوعد الناس ان الشكل ان شاء الله ان شاء الله مع المباريات مع لياقه المباريات ان شاء الله الشكل هيبقى افضل من كده، والايجابيات على المرمى ان شاء الله هتبقى افضل من كده كمان باذن الله ان شاء الله. انا يمكن طماع شويه، بحب اللي هو المعادله الصعبه شويه اللي هي النتيجه الايجابيه مع الاداء الكويس. مع الوقت ان شاء الله هتلاقي الامور دي بتتحسن وهتلاقي الشكل افضل من كده ان شاء الله باذن الله. اخيرا كابتن شريف عبد المنعم والكابتن عادل طيب اتكلموا في نقطه مهمه جدا، ان اكتر من 5-6 لاعبين في الفريق عناصر مبشره للفريق الاول وبنشوفهم مع الفريق الاول موجودين. وانا يمكن حتى في كلامي معاك قبل كده في بدايه الموسم قلت لك انا عندي هدف ان انا يبقى اكتر من اللعيبه دي اللي موجوده اللي هي بتتصعد وبتبقى موجوده، انا عندي هدف ان شاء الله لو هم 4 لعيبه 5 لعيبه لا يبقوا 7 ويبقوا 8 ويبقوا 10 ان شاء الله. احنا موجودين كلنا لخدمه النادي وخدمه الفريق الاول، ومع الوقت زي ما بقول لك ان شاء الله هتلاقي في لعيبه اكتر من اللي موجودين في الفريق الاول هتلاقيهم موجودين ان شاء الله باذن الله. شكرك يا كابتن عمرو وبالتوفيق في المباراه القادمه باذن الله. شكرا ليكم، شاكر جدا. كابتن اسامه ده كان لقاءنا مع الكابتن عمرو انور. انا بينضم لي واحد من مستقبل النادي الاهلي في مركز الظهير الايمن، احمد سيد عبد النبي. احمد بالمناسبه كابتن اسامه كان عائد من اصابه واول مباراه يلعبها ويشارك فيها ومتشارك النهارده كبديل. احمد برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي النهارده، يعني بقول لك الحمد لله على السلامه بعد العوده من الاصابه، مباراه ونزلت في الشوط الثاني. قول لي النهارده كابتن عمرو انور ابرز التعليمات اللي قالها لك قبل ما تنزل. طبعا في الاول بس برحب بيك وبرحب بكابتن اسامه طبعا وكابتن عادل طعيمه وكابتن شريف عبد المنعم برحب بكل النجوم طبعا معانا في قناه النادي الاهلي. يعني الحمد لله انا كنت بقالي كده اسبوعين مصاب ورجعت من يومين كده ان شاء الله الحمد لله يعني. والنهارده كان اول ماتش ليا، اول مره انزل يعني التمرين من يومين يعني. احمد ايه اللي انت شايفه مختلف في الكابتن عمرو انور معاكم؟ انا عارف انه بيشتغل على الدوافع النفسيه معاكم بصوره مستمره. طبعا كابتن عمرو انور طبعا مش محتاج ان حد يتكلم عليه، هو بيشتغل مع كل واحد فينا على حسب الحاجات اللي ناقصاه يعني. كل حاجه بيقولها لنا، كل حاجه بيتكلم معانا فيها، اللي انا ناقصني بيكلمني فيه وبيكلم كل واحد على انفراد، ودي طبعا احسن حاجه في كابتن عمرو انور. احمد الفتره اللي جايه بقى وسعدكم المباراه القادمه، خلاص بنقفل الصفحه ديت بدايه موفقه، سعدنا الفتره اللي جايه. طبعا النادي الاهلي هو احنا بناخد الماتش بماتش وما يهمناش مين اللي هنلاعب مين ولا مين اللي جاي، احنا بنبص بس للدوري وبنبص للماتشات اللي جايه. شكرك يا احمد وبالتوفيق ان شاء الله في المباراه القادمه. حبيبي يا فاروق. كابتن اسامه احنا مستمرين معاك ايضا حمزه علاء حارس مرمى فريق شباب النادي الاهلي. حمزه انا برحب بيك، وبالمناسبه كابتن اسامه حمزه من اللعيبه اللي كان حريص ان هو على الرغم من تواجده مع الفريق الاول انه يكون موجود النهارده مع فريق الشباب. حمزه بحييك على المباراه وفوز مهم اعتقد بالنسبه لكم في بدايه الموسم. طبعا الحمد لله، وبوصل سلامي لكابتن اسامه وكل ضيوفه في الاستوديو. ويعني الحمد لله طبعا اول ماتش واول مكسب وان شاء الله يبقى بدايه خير وبدايه موسم موفق باذن الله. حمزه يعني اللعيب اللي بيطلع للدرجه الاولى بيبقى عنده الدوافع اقل شويه انه ينزل يلعب مع فريق الشباب، اعتقد امر مختلف بالنسبه لك. لا طبعا يعني انا بالنسبه لي طبعا يعني وجودي في الفريق الاول ده حاجه تزيدني شرف وفخر، ويعني حاجه طبعا عمري ما يعني ما هتبقى بالنسبه لي كده حاجه عاديه خالص. بس انا بالنسبه لي طبعا اللعب حتى بالنسبه لاي حارس مرمى اللعب ماتشات ولعب وان يبقى رجليك في الملعب هي اللي هتحسن مستواك وهي اللي هتعليك وهي اللي هتوصلك للفورمه وهي اللي هتقرب مستواك بين الناس اللي فوق وهي اللي هي اهم حاجه بصراحه. يعني حارس المرمى من غير ماتشات يعني كانه ما فيش. كابتن شريف عبد المنعم قال كلمه كبيره في حقكم كلاعبي قطاع الناشئين، قال انا بطمن دلوقتي وانا بتفرج عليكم كلاعبين كحمزه واللعيبه الموجوده، قال انا بيديني امان واطمئنان على مستقبل النادي الاهلي. طبعا ربنا يخليك يا كابتن شريف، دي حاجه تزيدنا كلنا فخر يعني، ومتشكرين على الكلمه الجميله دي. ويعني كلام زي ده بصراحه بيدينا دفعه يعني ان احنا نبقى على طول عند حسن ظن الناس ونبقى على طول في احسن مستوى لينا، ويا رب نفضل كده دايما باذن الله ونفضل من مكسب لمكسب دايما يا رب. شكرك يا حمزه وبالتوفيق دايما. كابتن اسامه دي كانت لقاءاتنا مع لاعبي فريق شباب النادي الاهلي عقب الفوز على فريق الشرقيه للدخان بخمس اهداف نظيفه. من جديد تعود الكلمه للكابتن اسامه حسني وضيوفه الكرام. صلاح شكرا جزيلا على لقاءات ما بعد المباراه. كابتن شريف
كابتن عمرو أنور عايز أخد من كلامه، قال نقطة مهمة جدا، قال برغم إن إحنا تبلغنا بس من أسبوع بمباريات الدوري، لكن الحمد لله كنا إحنا بنستعد من بدري. الاستعداد ده النهاردة إدى الأفضلية للنادي الأهلي بدنيا، وكمان 5 أهداف أكثر من رائعين. بص كابتن أسامة، أنا متابع قطاع الناشئين كله. أنت عارف موجة الحر اللي كانت موجودة في أول الصيف، كانت الفرق كلها طبعا بقيادة خالد بيبو بينزلوا يا كابتن عادل الساعة 5 الصبح. ايوه تدريبات 5 الفجر. الساعة 5 الصبح. يعني انا عندي ناس بيقولوا لي عايزين نودي حد اللعيبة تشوفها، اقول له انا هصحى لك الساعة 4 الصبح. قالوا اذا كان الكابتن خطيب بيصحى 4:30 الصبح وبنلاقيه 5:30 الصبح مع اللعيبة، عملها كذا مرة يعني ببقى موجود. ففي اهتمام جامد جدا بقطاع الناشئين، من بيحاولوا يريحوا اللعيبة ازاي، كان مش بس ان هم يفاجئوهم ان في بطولة هتتلعب بعد اسبوع، فهم يعني بيعدوا العدة من فترة، من 2-3 شهر الحقيقة. يعني عارفين ازاي يخشوا الموسم ازاي. وانا كنت تابعت كمان مبادرة بتاعتك لما كلمت على حالة اختبارات اللعيبة وما اعرفش ايه، لا لازم نوفر للناس دي، ومفيش حاجة. كنا بنعمل الاختبارات ب50 جنيه و100 جنيه وكده، اسامة عمل مبادرة قال لك حرام ان الناس دي تدفع فلوس وانهم ييجوا. احنا فاتحين الابواب وعندنا حالة احترازية كبيرة جدا للعيبة ان في كورونا وما اعرفش، فاحنا بنحافظ فعملنا كذا مبادرة. هذا الشكل اللي احنا شفناه النهاردة في المباراة دي الحقيقة، واللعيبة اللي هي عندها كل ده، في شغل من سنين فاتت ومن 3-4 شهور للشكل ده، وداخلين الموسم ده غير الاحداث يا كابتن عادل اللي هي بتاعت السنة فاتت كلها، فحاطين قدامهم من ملاعب لإذاعات مباراة لإبراز مواهب الدنيا كلها، عشان يبقى في حائط كبير جدا يقدر يمد الفريق الاول. اللي فاروق صلاح خد منك كلمه مهمه يا كابتن شريف، انا ما خدتش بالي ان هو معايا وانا على الهواء، وخدها منك وانت بتقول ان بعد لقاء النهارده لا انا مطمن على مستوى او قطاع الناشئين بالنادي الاهلي بعد الاداء اللي شفته. وكابتن عمرو انور بيقول دي البدايه، ان شاء الله هيكون في احسن واحسن كمان. وبارك لجهازه الفني، مدرب محترم جدا بيحب الكره جدا بايده وبصمته، واللعيبه بتحبه، بيعرف يتكلم ازاي مع اللعيبه ويحببهم في الحكايه. وعمرو قال كلمه حلوه، قالك انا عندي لسه انا بحب اللعب وبحب النتائج، ودي نتيجه 5 أهداف مع فرقه، الفرقه دي مش وحشه بتاعت الشرقيه، بس احنا اللي سهلنا الحكايه وعملنا الاداء السهل اللي ما فيش الباس باس باس. يعني انا مبهور بمحمد اشرف في الباك ليفت النهارده بصراحه، يعني مبهور كنت عايز اشوف احمد سيد غريب بعيد عن الدرجه الاولى، عايز اشوفه هنا في فرقته بيعمل ايه. وانا متابعه بقالي فتره، حاجه يعني كل ما بيجيب جول مثلا او كل ما بيروح في منطقه الجزاء تحس ان الخطوره بتبقى موجوده مع محمد رضا، مع محمد فخري بقى انا عايزه يخش بقى بسرعه، لان كويس النهارده نازل من الدرجه الاولى علشان يجهز نفسه ويكون موجود برضو. انا عايز محمد فخري يشوف الاندماج اللي حصل في وسط اللعيبه دي كلها عشان يترجم ان شاء الله للفريق الكبير. فانا سعيد برضا وفخري، والله اقول لك على حاجه، انا سعيد بالفرقه كلها والله. ثلاثه انا اول مره اتفرج على فرقه احس ان كل واحد عمل اللي عليه، كل واحد ليه طعم، كل واحد ليه لون، كل واحد ليه اداء. في انسيابيه غريبه قوي بين حمدي ياسر ومحمد مغربي ورا، سهوله ومفيش خضه، مفيش اي حاجه، تحضير الهجمه من تحت، استلموا الكره من تحت زي ما قال كابتن عادل، يبتدوها من تحت زي ما كل مدير فني بيحلم ان هو فرقته تبقى بهذا الشكل. كابتن عادل الشكل حلو النهارده والمضمون احلى. النهارده 5 أهداف اكثر من رائعين، بدايه اكثر من رائعه، استعداد كمان بدني. النهارده بنشوف لعيبه شارع الدخان طول المباراه في شد عضلي والكلام ده، لعيبه النادي الاهلي متاسسه صح طول 90 دقيقه ما شاء الله، مفيش اي شد ولا الاصابات ولا الكلام ده. فالنهارده يعني قول لنا ابرز الاسماء اللي عجبتك النهارده من اللعيبه علشان تبدا بقى تعلم مع جمهور النادي الاهلي. هم كتير شويه يعني، ناخد محمد اشرف باك ليفت ومغربي. عجبني قوي مغربي لانه كان معانا من 4 سنين، ولد مبشر بالخير، اشول الحته دي ناقصانا بعد ايمن اشرف، ده يبقى ايه ممكن الدرجه الاولى يبقى داخل معاه. حمدي ياسر ده كمان عنده ثقه غريبه، عجبني قوي. نجم المباراه بالنسبه لي محمد رضا، الجول الثاني اللي ما حدش جاب سيرته، ده هو اللي شايطها الاول والجول طلعها راحت على الطرف لمحمد اشرف، راح رافعها لسيد، راح سيد غيبها، حط واحده الجول طلعها باعجاز قبل الجول ده ما يجي.
شايط واحده جول شايلها من تحت العارضه بشكل طبعا رائع جدا. في وسط الملعب طبعا فخري زي ما بيقول الكابتن شريف محتاج ماتشات اكتر، واعتقد انه لو هياخد ماتشات كتيره هيبقى برضه بيفيد ويبقى برو يعني لعيب تقيل بيقف على الكوره كويس، لا يعني ممكن يبقى صانع لعب وباداء واداء هدف محمد مغربي وانت حضرتك بتتكلم عنه يا كابتن عادل الهدف الثالث محمد مغربي، انت تقول من نجوم المباراه. راجل تحس انك انت مطمن ان مفيش هجمه رايحه خطر على فرقتك، دايما اداء واما بيرجع للجول سهل، وحتى لما بيستلم بيسلم صح، يعني لعيب كوره الى جانب مدافع قوي. المهاجم بتاع شرير الدخان حب يرقصه في الشوط الاولاني واحده راح محضن عليها وقاري المهاجم مظبوط، يعني ما تضحكش عليه، فده يعني مدافع بعقليه المهاجم ودي طبعا دي حاجه ساعات ما بتشوفهاش مع الفرق الكبيره. فالحقيقه برضو احمد اشرف ماشي كويس، عجبني كمان عمرو في الجول الاولاني في المتابعه الحقيقه فيه طبعا احمد سيد اول ما نزل انا حاسس ان هو عنده سرعه غير طبيعيه، سريع جدا احمد سيد عبد النبي خباك احمد سيد عبد النبي برضو من اللاعبين الاساسيين، كان الفتره اللي فاتت مصاب وكان دي اول عوده ليه عشان كده خد اجزاء من المباراه. لا سريع واضح ان هو سريع قوي ما شاء الله، ودي الحته دي اللي احنا محتاجينها في فوق في الفريق الاول، يبقى محتاجين باك رايت فيه السرعه دي. برضو عجبني ده الهدف الرابع بتاع احمد سيد غريب الرائع مشيت معاه الكوره لما طلع مع الدرجه الاولى كان في هدفين سهلين يعني ضاعوا منه وبدات الناس تتكلم، لكن النهارده بيقول انا موجود يا جماعه. هدفين النهارده ده الهدف الرابع بتاع احمد سيد غريب، فيها توفيق كبير طبعا وحطها من فوق حارس المرمى في الزاويه البعيد. وطبعا الجول ساعده فيها طبعا فتح له فتح له زاويه طلع زاويه بعيده برضو مش لا الجول ساب جوله وطلع يمسك فيه، فانما طبعا هي فيها توفيق كبير جدا لكن شوف في باصه هنا. طب ايه رايك في الهدف الخامس يا كابتن عادل كابتن شريف هدف المباراه انا شايفه هدف اللقاء افضل هدف في اللقاء لكل مجتهد النصيب ايوه يعني لما نتكلم في الشوط الاولاني هو ده الهدف وانت بتتكلم احمد بص اشرف صح بص اي حد يقول لك هو لعبه عرضيه او بيبعتها انا حاسس ان القوه اللي هو حاططها فيها محمد اشرف محمد اشرف محمد اشرف الرؤيه اللي هو شايفها كابتن وهو بيحطها حسستني ان هو شايط في الجون لانه بعدها راح في زاويه ثانيه اللي هي عدلته من ناحيه شمال وشاط واحده برده من 25 يارده بس جت في ايده الجون صدها كويس، وعلى فكره حارس انا بهني حارس مرمى دخل فيه خمس جوان انما هو حارس كويس برده بتاع الشرقيه عنده عين كويسه صد كان مصدع يعني كان المفروض النتيجه تبقى اكتر من كده لولا حارس مرمى الشرقيه. محمد اشرف خلي بالك هو اللي عمل الهدف الثاني لاحمد سيد غريب ولاعب مميز ما شاء الله الباك ليفت وده محمد البديل محمد ياسر ده برضو متحرك جدا ده كان الاساسي قبل كده محمد ياسر البدلاء النهارده برضو عشان نقولهم احمد سيد عبد النبي نزل مكان كريم سعد الله واحمد عربي مكان محمد رضا ومحمد ياسر مكان علي عمرو ففي حاله النهارده بدايه موسم يا كابتن اسامه انت عارف ما ينفع يعني بدايه موسم ما بنتوسمش ان احنا نبقى بذي القوه بالشكل ده، انا ما احلمش ان الفرقه كلها تديني المعطيات دي كلها كتير قوي النهارده دي، فبتمناها ان شاء الله في المباريات الجايه كلها. ان شاء الله. برضو هنقول لحضراتكم يعني ابرز النتائج في الجوله الاولى في دوري الشباب. الاتحاد فاز، الاتحاد السكندري طبعا فاز على غزل المحله بنتيجه 2-1. الزمالك فاز على مصر مقصه 1-0. طلائع الجيش فاز على سيراميكا كليوباترا 3-0. التعادل الايجابي الاسماعيلي والمقاولون 1-1. وفوز الجونه على بيراميدز بنتيجه 1-0. دي ابرز النتائج في الجوله الاولى. بقول لحضراتكم دوري هيبتدي مشتعل من الاول، دوري قوي جدا. لا وفرق كبيره كمان كلهم ولاعيبه بروميسنج كلهم على جميع المستويات يعني. تكمله الكلام الكابتن شريف اتفضل. محمد اشرف رجليه سليمه سواء في التسديد او في الاوفر، يعني الاوفر اللي عمله للسيد غريب حطها حلوة قوي لولا ان هو رفعها له بالمقاس وبقوه معينه ما يقدرش يلعبها، لو لعبها له اكتر قوه من كده عملها تشيب من تحت كده لو لعبها له جامده ما تروحش بالحته دي. لا طبعا لعيب مميز. وبعدين الجول اللي هو جابه جول الكابتن اسامه بيقول عليه طبعا رجليه سليمه ان هو حاططها في المقص البعيد، يعني راجل حاططها مش رافعها كانه بيحطها يعني بايده حاططها فرجليه سليمه قوي وبعدين قوي سريع ثقه في نفسه وبيسدد ودي طبعا
بتبقى حاجه مميزه قوي في اللاعب انه بياخد قرار بينفذه. هذا انا لاعب يعني بتمنى اشوفه قريب باذن الله يعني. ان شاء الله. برضو عايز اقول لحضراتكم ان الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي بقياده الكابتن شوقي غريب بداوا خلاص مهام العمل من اولى مباراه دوري الجمهوريه. كابتن وائل رياض النهارده كان موجود في مباراه الاهلي والشرق الدخان، كان بيتابع المباراه النهارده وهيكون في تقرير للكابتن شوقي غريب. كابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى كان موجود في مباراه سيراميكا وطلاع الجيش، وايضا الكابتن معتمد جمال والكابتن كمال عبد الواحد كانوا موجودين في مباراه بيراميدز والجونه. خلاص المنتخب الاولمبي بقياده الكابتن شوقي غريب بداوا مهام العمل وبداوا يشوفوا اللعيبه ويرفعوا تقريرهم للمدير الفني الكابتن شوقي غريب. وطالب الجميع كمان المباريات كمان بتاعت القطاعات أكيد. كلها بتاعت الجمهوريه كلها 2003 و2000 كله على نزله الجداول بتاعتها كلها. تمام، نروح دلوقتي الفاصل وبعد الفاصل بقى نستقبل الخبير التحكيمي كابتن نصر عباس. اهلا بحضراتكم من جديد. الهدف عندنا هنا في استاد الاشبال ان احنا بنسلط الضوء على اللاعبين والاجهزه الفنيه وايضا كمان على التحكيم اللي هو جزء مهم جدا من منظومه كره القدم. علشان كده النهارده هنستقبل خبيرنا التحكيمي الكابتن نصر عباس. وزي ما بقول لحضراتكم فقره التحكيم احنا مش عاملينها علشان نوجه نقد او لوم او اي شيء للحكام، بالعكس كابتن نصر عباس حكم كبير، فالنهارده هو موجود معانا في استاد الاشبال علشان يعلم حكامنا. كابتن ناصر منورنا ومشرفنا. تحياتي كابتن اسامه وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي طبعا لنجومك العظام الكبار نموذج والرمز كابتن عادل تعيمه والكابتن شريف عبد المنعم. مبروك النادي الاهلي طبعا على الفوز وعلى النتيجه وبدايه طيبه جدا جدا للشباب. هارد لك لنادي الشرقيه للدخان. زي ما حضرتك قلت كده حاجه جميله جدا، احنا النهارده موجودين يا كابتن اسامه مش عشان نطلع اخطاء التحكيم، احنا النهارده موجودين بنساعد لجنه الحكام ازاي نطور اداء الحكام، ازاي ان احنا نبرز ما يجب تطويره في اداء الحكام وليس الاخطاء التحكيميه. الحاجه المهمه تاني انا بقول ان قناه نادي الاهلي النهارده كابتن اسامه هي عندها السبق والبدايه في شرح تعديلات القانون 21-22 اللي اعتقد فيه كتير جدا جدا من عناصر اللعبه ما يعرفهاش، فاحنا هنستغل الفقره التحكيميه وهندي كل يوم كابتن شريف كابتن عادل جزء صغير من التعديل اللي طرأ على القانون. دي برضك دي حاجه قناه الاهلي بتعملها خدمه مجانيه للكل، جماهير لاعبين حكام لسه ما خدوش التعديلات، كل منظومه الرياضه او كره القدم في مصر من خلال قناه النادي الاهلي. هنشرح التعديلات من خلال الحالات اللي موجوده كابتن اسامه معانا، نبتدي نشوف اول حاله موجوده معانا. نشوف اول حاله معانا في مباراه الاهلي وشرقية الدخان النهارده. يلا خلينا نروح لاول حاله من الحالات اللي هي حدثت في هذه المباراه ونشوف عندنا هنا. نشوف خلي اللعبة الاول نشوفها الاول عشان برضك الساده المشاهدين يشوفوا معانا ويشوفوا هل هنا في مخالفه ولا ما فيش مخالفه. يلا خلينا بقى نمر ونجيب ايه ستوب، هجيب الحكم اقف هنا. ده مين بيقول الحكام كابتن عادل ايه هو في هنا ايه حدث؟ في حدث كبير لما لاعب مهاجم يخش داخل الصندوق مع مدافع، انت لازم تصحصح نفسك يبقى عندك قراءه للحدث اللي جاي. انا النهارده واقف هنا، شوف هنا الحكم هيثم واقف فين. انا بس يعني عشان نقول حكام الساحه النهارده هيثم. كابتن هيثم عثمان حكم ساحه. تمام. كريم السعيد مساعد اول وايضا الكابتن احمد ابو سريع مساعد ثاني. تمام كابتن عادل انت معايا كابتن عادل كابتن شريف؟ معايا. هل الحكم النهارده لا هقف بس الله يخليك، احنا قلنا درس تعليمي للحكام لكل حكام مصر. ستوب هات لي بس الحكم من فضلك، نرجع بس ثانيه ونشوف. بس انا هنا لاعب نادي الاهلي النهارده داخل منطقه الجزاء تمام. وهنا معايا لاعب مدافع، المتوقع ايه؟ يا المدافع ينجح في لعب الكره يا يعمل مخالفه هنا مع لاعب نادي الاهلي في اكشن هيحصل جوه 18 بالظبط. انا كحكم يبقى عندي قراءه مستقبليه للحادث، يبقى عندي ان انا اقدر اقرا اللعبه، ما ينفعش ان انا اقف كده هيثم واقف من بعيد استحاله هشوف، لازم يبقى في وضع حركه، ما عنديش زاويه رؤيه، المفروض ان اقطع هنا سبرنت اجي هنا. في هذه اللحظه طبعا خطا تمركز، خطا من الحكم ان هو ما قدرش ان هو يروح في الحدث وفي المكان عشان يشوف الحدث. طب تعالى نشوف هنا في مخالفه ولا ما فيش كابتن عادل. يلا خلينا نمر ونشوف الحاله. يلا شوف القدم اليمنى لاعب نادي الشرقيه هي لم تنجح في لعب الكره كابتن عادل. مظبوط تماما لم تنجح في لعب الكره، وبالتالي هنا المخالفه تم ارتكابها
مخالفه ركله جزاء صحيحه لم تحتسب. اتفضل يا كابتن علي. لا شوف هنا اقرب الكاميرا هنا اقرب. اتفضل اتفضل. باين قوي هنا. اتفضل. ممتاز. ما خدش الكوره. المخالفه الكرة. موجوده. مين السبب في عدم احتساب المخالفه؟ بنشرح مش بنهاجم. قال الحكم مباراه ان هو ما قدرش ان هو يروح في الحدث لانه ما عندوش رؤيه وما عندوش اللقطه، وبالتالي هنا بنقول لهيثم من فضلك يا هيثم في الحالات دي لكل حكام مصر تجري وتروح وتيجي هنا بالظبط عشان تقدر تبين كان في مخالفه ولا ما فيش. دي الحاله الاولى. خلينا نروح للحاله اللي بعد كده. صب هرجع تاني. دي بنقول عليها المنطقه العكسيه للمساعد، سواء المساعد رقم واحد او المساعد رقم 2 يا كابتن شريف. المفترض مين اللي بيغطيها ديت؟ حامل الرؤيه على الخط. لا الحكم. الحكم يكون هنا. خلي بالك المساعد هنا مش موجود، المساعد هنا مش موجود، دي المنطقه العكسيه. اللي المفروض الحكم هنا هو اللي يؤكد على الكره. اولا هذه الكره المفروض تبقى داخل قوس الرايه الركنيه. حدثت كم مره؟ ثلاث مرات. مظبوط. ثلاث مرات. مظبوط. لا كتير قوي يا هيثم من فضلك. انا كحكم المفترض هروح اخد خطوين وهتاكد ان الكره هنا داخل ربع دايره ولا مش داخل عشان خاطر تبقى الكره في اللعب بشكل صحيح. ثلاث مرات كتير في المباراه. اوكي كابتن، لو الحاله دي اتكررت في مباراه في الممتاز فوق في الدرجه الاولى وفي فار والكلام من ده واتشطت ودخلت جول، ايه حكمها؟ بص يا كابتن، احنا قلنا الفار بيتدخل في ايه؟ في الاخطاء هدف هنتكلم كتير، بس هنا اعتقد ان الكره الفار مش هيقدر يتدخل فيها وهيتم حسابها. لا دي حاله من الحالات. انا بتكلم لو حصلت في مباراه فيها فار بالظبط هيحتسب الهدف. الهدف هيحتسب الهدف مش هيعيد الكره. عشان كده بقول ايه، دي بتاعتك انت حكم مش بتاعت المساعد. شايك على لو رحنا للمساعد المساعد بتبقى قدام الكره هيشوف، مش هيقول الحكم الكره دي. لا لا مش هيقدر يقول. احنا قلنا الاخطاء التي تدخل فيها الفار يا كابتن شريف، احنا قلنا اربع حاجات: الكره هدف او مش هدف، ركله جزاء او شكل جزاء، البطاقه الحمراء المباشره، او الهويه المفقود. هنتكلم في الجزئيه ديت بعد كده. الحاله اللي بعد دي يا كابتن، ولكن مصر. نشوف الحاله اللي بعد دي كانت نقطه. ثلاث مرات هيثم ما ينفعش ان الكره تبقى خارج. هنا هنتكلم على التمثيل، وده شيء مهم جدا للناشئين يا كابتن شريف. ما يجب عليك كلاعب ان هنا ما فيش هنا اي بص، هو هنا ايه اللاعب يا دوبك النادي الاهلي لمس الكره. لمس، وبالتالي انت كلاعب الشرقيه بص هو عمل ايه. تمام. لا لسه بدري قوي، احنا كلنا لعيبه صغيرين. ما يجب عليك انك انت تعمل هذا التمثيل، انك انت ممكن تاخد بطاقه صفراء نتيجه التمثيل، وده بنقوله انك انت ما يجب عليك انك انت تعمله. ركز في اللعب افضل من انك انت تاخد بطاقه. نروح للحاله اللي بعد كده نشوف حاله من الحالات مهمه جدا. هنا كابتن، هنا حارس المرمى في طريقه لاطلاق الكره من ايده. انا كلاعب منافس بعمل ايه؟ بمنعه من ان هو يطلق الكره من ايديه طبقا للقانون. سلوك غير رياضي وفي بطاقه صفر. هنا الحاله طبعا هنا كان يجب نشوف الحاله ثانيه. نشوف هنا لاعب المنافس او لاعب شيرات الدخان. شيرات الدخان هنا ممكن يكون حارس مرمى عنده امكانيه ان هو يعمل هجمه او هجوم واعد. انت هنا عطلت ومسكت، وهنا لازم يكون في بطاقه صفر. يلا خلينا نمر بعد كده للحاله اللي بعد كده. نفس الشيء يمكن هقول تاني، نجيب الكره تاني. نشوف الكره خارج. دي ثالث مره يا كابتن اسامه برضك احنا خدناها في المباراه. لازم الحكم ياكد لما يبقى ثالث مرات تحصل الكلام ده. لا كتير يا هيثم، يعني المفروض انك انت تخلي بالك. يلا خلينا نمر للحاله اللي بعد كده ونشوف. دي نفس الشيء يعني برضك دي نقطه مهمه زي ما حضرتك قلت، ان دي من مهام الحكم انه ياكد الكره، انما من ناحيه الحكم المساعد، الحكم المساعد هو بيبقى شايفها وبيقدر ان هو ياخد القرار فيها. نمر نروح للحاله اللي بعد كده، حاله من الحالات المهمه جدا جدا، ونشوف هنا هل هناك هدف. كابتن شريف يمكن كان قاعد معايا وقال لي كابتن شريف عمال قال لي انا شايف ان دي فيها تسلل. ما شفتش انا مش شايف اللي واقف في الجول. تعالى بقى الزاويه الاولى اللي هي الاولانيه اللي احنا يعني تسمح لي بس نجيبها اللي هي الاولى. ايوه ونشوف هل اللاعب نادي الاهلي هنا في موقف تسلل. لسه ما زال نمشي. هنمشي بالكوره شويه، نمشي ونشوف هنا كرة. تمام يلا نمشي هو لك وقف صب. هنا لحظة التمرير يا كابتن عادل. اللاعب حارس المرمى فين؟ في الجون. لاعب النادي الاهلي هنا اهو. هل ده في موقف تسلل؟ لا خالص.
حارس المرمى واللاعب هنا خلف حارس المرمى اللاعب اللي هو لاعب خلف المدافع ده، في واحد كمان على الخط، في اتنين مغطين الحارس وفي لاعب هنا ايوه يعني هقول حاجه كابتن عادل بحييك ليه؟ لان كابتن شيف بيقول لي، قلت له خلي بالك ده ممكن يكون كمان في لاعب كمان من الناحيه العكسيه خارج الخطوط، وبالتالي انا بحيي الحكم المساعد على الخط اننا هدف. نشوف بقى الهدف هنا هتتلعب من لاعب نادي الاهلي، باص حط هدف سليم. اذا الهدف الثالث للنادي محتاجه تركيز من الحكم سعد، واعتقد النهارده حكم سعد كان متميز في ان هو كان مركز جدا في هذا الهدف، وبقول له يعني امتياز في تركيزك وما رفعتش التسلل. تعال نقول ركله البدايه ستوب، محطوطه غلط برضه ستوب، دي حاجه مهمه جدا جدا، يعني دي حالات اداريه. من الاهلي اثنين من الاهلي جوه، نمشي شويه بس واحده واحده. احنا بقول لك يا هيثم همشي معايا من فضلك، بس امشي لي خلي بالك يا كابتن ناصر باللقطه النهارده. ده درس خصوصي بالظبط لحكام النهارده، انا لو منهم اجيب شريط اللقاء كابتن ناصر عباس هو بيحلل الحالات دي علشان اتعلم لبعد كده. الله يخليك. هنمشي بس تسمح لي امشي بس نمشي 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 ستوب. هو حتى اللاعب اللي قال له اتفضل روح الملعب تاني. طب ركله البدايه بتقول ايه يا كابتن؟ جميع اللاعبين خارج منطقه الجزاء باستثناء اللاعب اللي هينفذ الركله وعلى بعد لا يقل عن 9-15 من الكره. لما النهارده يبقى اللاعب النادي الاهلي الاثنين والثالث لسه ما خرجش، وهنا هيثم انت المفروض تركز على ركله البدايه ديت. طبعا التنفيذ كان تنفيذ خاطئ لركله البدايه. نقاط اداريه مهمه جدا لازم الحكم يركز فيها. خلينا نروح لاخر حاله تقريبا، نشوف هنا حاله من الحالات المهمه، وهنا هما بيطالبوا ان الاهلي بركله جزاء، ولكن هنا الحكم امر باستمرار اللعب، وهنا الهدف جه تم تسجيله وتم الغائه بداعي لمس الكره بالايد، ونشوف هنا مفيش مخالفه. اللاعب النادي الاهلي استحوذ خلاص ماشي، ونمشي في الكره وراحت اللاعب النادي الاهلي الناحيه الثانيه على الطرف حط الكره. هنا الكره بتقول بنقول ما يجب على اللاعب، وده تعديل تعديل لاعب المهاجم يا كابتن اللي هو بيسجل مباشره كابتن عادل، حتى لو الكره جت في ايدك عن دون قصد او عن تعمد او عدم تعمد واستفدت منها وحطيت كره جون، ده التعديل. هنا الحكم بيلغي الهدف. تاني بنقول ده التعديل بقى الهدف اللي بيجي اللاعب اللي هو بيسند الكره وبيحط كره مره واحده جون، حتى لو ايدك كمان في وضع طبيعي والكره بتصطدم بيها، هنا بنقول ايه؟ بنقول لا، هنا في التعديل الهدف بيتلغي نتيجه لمس الكره بيد. حاجه واحده هقولها في تعديل حارس المرمى، والسؤال هل حارس المرمى من حقه ان هو يجيب جون مره واحده بايديه اثناء اللعب في المرمى الثاني ولا مش من حقه؟ كان زمان لا، كان زمان بس دلوقتي لا. لو حارس مرمى جاب ازاي يا كابتن ناصر؟ يعني انا حارس مرمى ومسكت الكره وعندي امكانيه ان الفرقه كلها متقدمه طبعا، هو يعني صعب ان هي تحصل انك انت تجيب جون من المرمى للمرمى بايدك. زمان كان اوكي بس دلوقتي ما ينفعش انك انت النهارده حارس المرمى. وده بمناسبه ايه؟ ان لا يجب ان يعني تماشيا مع تعديلات لمس اليد ان الحارس المرمى كمان هذا الشرط بيبقى منطبق عليه. ما اقدرش انا كحارس مرمى اجيب هدف في المرمى المنافسين حتى لو لمست حد ولا لا لمست، لا ده موضوع تاني، انما مباشره بالايد ما اقدرش ان انا حارس مرمى يجيب هدف في مرمى المنافسين بلعب الكره مره واحده في المرمى. اخر حاجه ومعلش يعني عشان اقول للنادي الاهلي، هنا ركله المرمى الاول كان بيشترط ان هي تخرج خارج منطقه الجزاء يا كابتن اسامه. دلوقتي عشان خاطر سرعه اللعب حارس المرمى من حقه ان هو يلعب باص داخل اي لاعب، وبالتالي بنقول ايه هنا ايه؟ لو حارس مرمى رفع الكره للمدافع، المدافع رجعها بدماغه تاني والحارس مسكها، حارس مرمى هنا هو متسبب وهنا بيتحس بركله حره غير مباشره وبيتم اشهار البطاقه الصفراء. تعديلات مهمه جدا يا كابتن ناصر في ثواني بقى عشان وقتنا. شايف التجربه استاد الاشبال هتكون مهمه للحكام؟ كابتن انا بحييك الاول طبعا على فكرتك، ودي فكرتك كابتن اسامه، ويعني ندي يعني الحق لحضرتك ولقناه النادي الاهلي، وانا استثمرت الكلام ده وقلت ان احنا عندنا السبق طبعا في قناه النادي الاهلي ان احنا هنقول التعديلات في كل حلقه، هندي تعديل صغير لكل عناصر اللعبه، وبالتوفيق طبعا للجميع. احنا بنشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر، شرفتنا ونورتنا. الله يخليك. بشكر ضيوفي ايضا الكرام الكابتن عادل طعيمه، شرفتنا ونورتنا كابتن عادل. الف مبروك كابتن. الله يبارك فيك. كابتن شريف عبد المنعم، شرفتنا ونورتنا. اشكرك كابتن، وبشكر كابتن عادل. كابتن شريف وبشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وشكر واجب، شكر واجب لاداره قناه الاهلي النهارده على النقل وتسهيل كل الامكانيات علشان
تشوفوا حضراتكم الصوره النهارده اللي شفتوها على قناه الاهلي. النهارده دي كانت مباراه للناشئين، بشكر كل مجموعه العمل الخارجي، تصوير واخراج وانتاج، ايضا بشكر كل فريق العمل داخلي هنا في قناه الاهلي، اعداد وانتاج واخراج ومصورين واضاءه وكل الناس، علشان حضراتكم تشوفوا الجوده النهارده في تصوير لمباراه في الناشئين، كانها مباراه بالظبط في البطولات الكبرى وايضا في الدوري الممتاز. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، كل التوفيق لفريق شباب النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. شكرا والى اللقاء.